عندكم دايما في الناس الحلوه. اهلا بيكم. حقيقه انا ساعات بشوف ناس عندها اهمال في صحتها غير عادي غير عادي. وخليني اقول لكم اللي انا هحكي لكم ده والله حكايات حقيقيه ومن محيط حياتي. في ناس تشتكي من اعراض في الكتب الطبيه او في حتى في دلوقتي في 2016 في كل العالم ما ينفعش حد يشتكي من الاعراض دي وما يروحش للدكتور وما يسالش ما يعملش سيك ميديكال ادفايس. يعني مثلا حد عنده قيء دموي لازم يروح لدكتور immediately. طالما عنده قيء دموي ده دي شيء خطير. واحد يقول لي ايه مش يمكن يكون بس يعني كل اكله وحشه تخليك تفومت دم تقيء دم؟ لا، القيء الدموي ده عرض خطير. ممكن جدا تكون القيء الدموي جاي من بابتيك ألسر، من قرحه في المعده. تقول لي ما انا عارف. طب انا اقول لك السبب الثاني، ممكن يكون سرطان في المعده، ممكن يكون ورم خبيث في المعده. ايه اللي هيعرفك؟ وحدش قال ابدا ان قرحه المعده دي حاجه هايفه. يعني ناس كتير قوي تقول لك انا عارف ان انا عندي قرحه معده. يعني انت بتحسسني ان انت بتتكلم مثلا عن شيء، زي ما يكون مثلا اقول لك انا حاسس ان انا عندي دور انفلونزا، انا حاسس ان انا عندي، انا عارف ان انا ضفري اتكسر. ضفرك اتكسر يا عم؟ دي قرحه معده. طب ما قرحه المعده ممكن تخرم المعده مع اهمالك ليها وتبقى عندك بيرفوريتد بيبتيك ألسر، وده شيء قاتل ممكن يموتك. ناس كتير مثلا زي ما قلت لكم قبل كده يجي لها اغماء سينكوب ويطنش. ايه يعني اغمى عليا؟ ايه المشكله؟ انا فقدت الوعي عادي جدا، ده انا كنت بس ما فطرتش يوميها. انا اصلا ما نمتش كويس، انا نمت 10 ساعات بس قبليها. اصلا بص انا وانا نازل ام السعد حسدتني. يا عم تفسيرات غريبه لفقد الوعي. ناس تبص تلاقي بدا يجي لهم ورم في رجليهم، إديمة في اللور لمب. هو واحد بقاله شهور ورم في رجليه اللي ممكن سببه يكون مشاكل في الكلى او ضغط دم مرتفع. الكلى بدات تفوت بروتينات او بدات تدخل في فشل كلوي. مش كل طبعا ورم في الرجلين يعمل سببه كده، لكن بقول لك ممكن تكون دي الاسباب. هي الاديمه في اللور لمب او الورم الرجلين اسبابها كلها مشكله، ان ورم في الرجلين الاثنين. طبعا في ناس تقول ايه بس انا ساعات رجليها بتورم. في ورم اسمه دايورنا القديم اللي هو ايه ده، يعني الورم الرجلين اليومي، ان هو انت طول اليوم قاعد على كرسي او ماشي، في اخر اليوم وانت بتقلع الجزمه او بتقلع الشراب هتلاقي شراب معلم. ده ورم اليومي البسيط. لكن واحد رجله مورمه، بتحط ايدك على الرجل بتتغرس الورم، صبعك بتغرس او باين جدا ان وشة الرجل عالي وورم وانت مطنش. ناس كتير بتطنش الورم. ناس كتير عندها كحة، مدخنين فوق ال 50 سنة عندهم كحة، وبدأت الكحة يبقى البلغم فيه نقط دم أو فيه حتة دم، ومدخن ومطنش. وده يعني أخطرهم على الإطلاق، لأن أي كحة دم، كحة بقى بدم بعد سن ال 50 سنة بيعتبرها سرطان في الرئة حتى تثبت العكس في المدخنين. طالما بعد سن 50 واحد عنده كحة فيها مع الرقبة دم او فيها نقط دم او فيها اي لون احمر، ده لازم يكشف مباشره عند دكتور صدريه، لازم، لانه ممكن جدا تكون سرطان في الرئه. اهمالنا في الاعراض وتفسيراتها الغريبه ده شيء مخيف جدا. يعني انا ما بشوف واحد يجي يقول لي انا طلع لي عندي الم في ظهري شديد بقاله شهر وما اتعالجش. الم في ظهري شديد وبقاله شهر ما اتعالجش، شهرين ثلاثه وما كشفتش، وخدت مسكنات الم وشويه راح الالم ورجع تاني. طب ما تكشف، ايه المشكله؟ ممكن يكون عندك انزلاق غضروفي، في حالات طلع فيها ورم في منطقه الظهر. طبعا في مثل مشهور جدا يقول لك يا بخت ايه من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. طبعا انا الكلام برضو شباب الاطباء، ما تبقاش المطمن الاعظم على طول، لازم تبقى فاهم. وبرضه ما تبقاش المتشائم الاعظم، لانه زي ما انا قلت لكم انا الكلام ده انا خايف الشباب ياخدوه بمحمل غلط. يقول لك بص تلاقي مثلا طلع جيل يقلب كل حاجه خطر بالنسبه للمريض اللي قدامه. لا، الشطاره انك انت تعرف تشخص. استاذنا الرائع الاستاذ الدكتور حسام موافي كان يقول لك ايه؟ ده واحد من اعظم من شرح البطنه في العالم العربي، ده استاذ الاساتذه في البطنه في العالم العربي، كان يقول لك المهارة دائما تتناسب تناسبا عكسيا مع عدد الفحوصات اللي انت بتطلبها. يعني كلما كانت مهارتك اعلى كلما قدرت تلخص او بمعنى صح تختار الفحوصات المناسبة
للمريض، ما تطلبش كل حاجه. مش ما هو في حاجه كمان خطيره جدا، انت تروح جاي مثلا واحد بيشتكي لك من المشكله ديت وتقول له ايه؟ اشعه مقطعيه على المخ، اشعه مقطعيه على القلب، اشعه على الرئتين، اشعه على البطن، اعمل لي تحليل دم وهرمونات وتحليل سكر و... تبص تلاقي العيان طالع بكم تحاليل في المنهج كله بتاع الطب. وفي ناس تحتاج كده، في ناس ممكن تحتاج مرضهم يحتاج عدد كبير من التحاليل. انت المهاري، انت كدكتور المهاري والمريض، كل ما تكون ثقافته اعلى كل ما يقدر يميز هو محتاج ايه بالظبط، محتاج يروح لدكتور ولا مش محتاج. العرض لان هو البدايه عند المريض ان هو يحس ان الموضوع مش تهريج وان ده حاجه غير مألوفه، فانا اروح اعمل تشيك اب. نفسي نوصل كمان لمرحله حاجه اسمها الجنرال تشيك اب، اللي انت رايح المستشفى لابس بدله شيك جدا وما بتكيش من اي حاجه وصحتك زي الفل، بس رايح تعمل كشف دوري على نفسك، رايح تشوف اخبار صحتك ايه من غير حاجه خالص، من غير اي حاجه. ده حلم صعب دلوقتي، مش سهل. في ناس بتعمل كده، وفي ناس على الناحيه الثانيه بقى على العكس، في ناس اوبسيسيف. يعني ايه اوبسيسيف؟ يعني محسوكين، عندهم وسواس، دول من غير اي حاجه تلاقيهم على طول فسحتهم عند الدكاتره، كل يوم رايح لدكتور شكل بيشتكي من حاجات وهميه في، بس دي امراض نفسيه، ده حاله نفسيه الطب النفسي يعالجها ما فيهاش مشكله. لكن خليني اقول لك، اوعى تنسى، ما تستهنش باعراض انا شايفها خطيره جدا، ومعظم الاطباء في العالم العربي عارفين انها خطيره جدا، لكن في مصر في ناس كتير بتشتكي من الاعراض دي وعايشه بيها بقالها مش شهور، سنين، بقول لك سنين، ومطنشه ومتشايفه انه الكلام ده، يعني انا ما كنتش عارف ان نقيء الدم ده حاجه خطيره، يا خبر ابيض. ده يخلينا لازم نروح ندق ناقوس الخطر، وده يخلينا اقول لك انه الثقافه الطبيه الحقيقيه ما زالت في طور البناء الان، ينبغي ان نتنبه، وخليكم دايما مع الناس الحلوه.